كل باش يشوفوا كل باش اه الكل غادي سامح لي علي على تزيد اليوم رسوا هاكي غادي والله حسب رأيي الحمد لله قبل به حسب مرات أول مواطنين من الساعة تاع الصباح وجينا شد الصف يعني جاو حتى قبل السبعة نسبة المشاركة نصورها به وإن شاء الله تقعد هكاك تحية تونس أجمعي تو أنا عمري 90 سنة فهمتني لا هذه ثالثة تو اللي نصورت معاهم وربنا لا تؤاخذنا بما فعل سهى من هكا هذا ما نقول نحلم اللي فما بارتي ما يعاودش يرجع خاطر هز البلاد في هاويه والمهم ان شاء الله واحد يجي يراعي البلاد ويراعي الفقر والمزيريا اللي في عاشت فيه تونس ويراعي الظروف التعيسه زاد اللي مرت بها البلاد ان شاء الله مربوحه اليوم والله شفت اللي شفناه اليوم نظام باهي فكرني بكل صراحة 2011 الناس كلنا نحترمه في بعضنا اليوم نهار كبير برشا عرس بالحق عرس كبير لتونس فهمتني شيء يعمل الكيف اليوم والله ما كنتش نتصور أنا قلت 6:30 قمت الصباح بكري في بالي فهمتني والله مش لقى كعبات نقبصني يعني بي صف ما هو صف وربي يفضل تونس وربي نجحنا يعني بي تونس باش نختار تونس اللي نحبها باش كل واحد يعطي صوته ما يخلي صوته يذان حتى حد معناها ونفيت كان ما انتخبناش باش يجيو عباد ما نحبهمش نحنا ما اختارناهمش نحنا ناخذ الشكاوى نتبكي امه نختاروا نتحملوا المسؤوليه اوكا مشيت تنتخب اليوم ولا لا مشيتش علاه؟ فماش حاجه تشجع الشيء اللي ما شجعنيش هو كلها تكذب كلها حديث اكثر منهم فما شيء كله يتجارى وفيه بجرة الكريسي أنا بالنسبة لك انتخابات هذه حكاية فيها ما يشفصل شيء لا 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 لا